تمام. ولك خلص قوم، ما بتبطل هالعادة. قوم نام، اجتك النعوسة، قوم نام. لا تأخذني يا ماهر، أول مرة واحد نعسني على بكي. ولا يهمك أبو تمام، باين عليك تعبان، الله يعطيك العافية. قوم نام، قوم قوم. لا تأخذونا، صباح على خير. اطفوا المروحة قبل ما تناموا. أبو تمام بس نعس خلص، تخيل أحياناً بينام وهو واقف بالميكرو. مرة كان رايح على الضيعة، قام راح ورجع بالميكرو مرة تانية على الكراج لأنه كان نايم. طبيعي خالو، طبيعي يكون عم يتعب، الله يعطيه العافية. يلا خالو، الظاهر كمان أنا نعست، بدي أقوم نام. ماشي حبيبتي ماشي، تفضلي. تصبح على خير خالو. أنت من أهله. ايه خالو، حلو الفيلم؟ بجنن خالو، هذا روكي ملاكم بفوت بكل 10 سوا. شوف خالو، شوف شوف. هيك الله وفقك، ليل نهار على التلفزيون. ايه خالي، بدي اسالك هلا ليش ما عم تشتغل؟ خالو ما صار لي شغل، ما صار لي. طيب ما تحاول ترجع على الدراسة؟ مليت وانا احكي، ما منه امل. مو تبع قراي. ايه مو تبع قراي. تعرف لك ماهر، عن جد هالفريد شخص كتير غريب. يا رجل عم يدشني هالزلمة، بقدر ما هو صارم عند الجد قدر ما هو حنون. عم نحاكيك، شو بك ماهر؟ ايه لك ماهر، شو لهالدرجة أخذتك دراسة؟ شو هذا اللي عم تقرأ؟ بالله أرجيني عن جد شوي، شو هذا اللي عم تقرأ؟ خلصنا بقى، شبك عم تنعلى راسي؟ لا صح النوم، صار لي ساعة عم حكيك ولا كأنه حدا هون. ما أنك شايفني عم تدرس؟ عم تدرس؟ شو هذا اللي عم تقرأ؟ شو هذا اللي شادك لقلو كل هالشد؟ خلص خليك بشغلك. بالله عن جد أرجيني، خلص خليك بشغلك. بالله خليني نزار. عم تقرأ؟ عن جد عن جد نزار. شال الله خليني شوف. خلص يا حبيبي مسكني يا بس خليني شوف. خلاص بالله خلصني زهر. بس بلا فلسفة، ما بصير، انا اخوك الكبير لازم تحترمني. احترمناك سيد ماهر، اسفين. ايه بس شو هالشغله يعني؟ شو فيها اذا قلت لك ارجيني خليني شوف شو اللي عم تقرا؟ خربت الدنيا؟ ايه خربت، هي اسمها حشريه. اسفين على حشريتنا سيد ماهر. اختي طولي بالك، الله يرضى عليكي. بجوز ما تكون هي، قلت لك مجرد احساس، ان شاء الله يكون احساسي غلط.
هلا انت اعملي مثل ما قلت لك وبس. ايه يلا اسمعي انت النقل. الله معك اخي، مع السلامه. الله يسلمك، مثل ما قلت لك ان شاء الله. بقى طلع علينا انت ان شاء الله. سلم على مرتك ولادك. الله يسلمك. لك ما تعقدت جنابك من القعدة؟ لا ما تعقدت. مساء الخير بابا. مساء النور بابا. شو كأنه تأخرت عن بيت عمتي؟ ولا شكل العادة كانت ودية؟ يعني إلى حد ما. شو وين زياد؟ لسه ما رجع من عند خاله. لهلا؟ معقول؟ طيب بابا البس ثيابك وتعا معي. خير بابا؟ بدك تدلني على بيت خالك؟ إيه لكان يا عمي، لكان خير. شو ورانا اليوم؟ أنا دليلك السياحي من بيت عمتي لبيت عمتي وهلا لعند بيت خالي. يلا يلا لا تتأخر. يلا هذا البيت بابا. هذا هو؟ طيب يلا تعال نشوف. أستاذ فريد الظاهر ما في حدا هون. يعني السيد زياد ما عم يدرس عند خاله مثل ما عم يقول لأمك. والله ما بعرف بابا، بس بلكي كان عند بيت جدي. عند بيت جدك؟ ايه ماشي، خذني لعنده. ايه بأمرك أستاذ فريد، تفضل. دليلك السياحي لليوم، شرف. شرف، شرف دليلي السياحي. تفضل. هلا كل هاد من راتبك يا سيد محمود؟ يا حرام يا حرام. مين كوفي بليز؟ يا اهلا يا سهر يا ميت، اهلا وسهلا. يا حلت علينا البركه، شو هالمفاجاه الحلوه. اهلين فريال. ناصر وزياد عندكم شيء؟ لا، ناصر وزياد ببيت ناصر. ضلينا ساعة من رن ما حدا فتح. معقول؟ بيكونوا بالديسكوتيك.
بتعرف شو قال لي محمود؟ انه اليوم عندهم حمل. حمل؟ شو يعني حمل؟ بابا هذا مصطلح تجاري، يعني حمل حديد بالمشرمحي، تهريبة حمل حديد. شو؟ شبك سهري لا تخاف، بعدين لا تنسى انه محمود هو اللي مأمن له هالشغلة. لا ما راح انسى، اكيد ما راح انسى. يلا نزار. شو خير؟ شو بدنا نشوفك؟ ماهر ماهر، لك امي صحصح معي شوي، صحصح معي ولك امي. شوفي وين ابوك واخواتك؟ ما بعرف، زياد يمكن لسه ما رجع، نزار كان بسطحهم. اي لانه ما لهم مبينين، ما لهم بالبيت. شو بعرفني انا، اسالي دلع. بابا روح انت اطلع على البيت. وانت بابا؟ جاي على بالي اتمشى شوي. هلا بهالليل؟ ايه، حاسس حالي مخنوق. طيب بدي روح معك. لا بابا، لا انت وخليني لحالي، حابب ضل لحالي شوي. طيب ماشي، بس لا تأخر، ناطرك. ها لا استاذ، يعني وين بدهم يكونوا لهلا؟ شو بيعرفني؟ يعني معقول يطلعوا بهالليل وبدون ما يخبرونا؟ دلع روحي رجعي فايقيه لاخوكي ماهر، خليه يروح لبيت عمته ويسال عنهم. حاضر. وين كنت؟ وين أبوك؟ ولك شبك، شو في؟ وين أبوك؟ عم يتمشى. عم يتمشى؟ وبهالليل؟ نزار شبك، قلي شو في؟ ولك احكي، احكي لا تجنني. سيد زياد. شبو؟ عم يهرب حمل حديد مع خاله ناصر. شو فيها يعني؟ شو أول مرة؟ ما طول عمره بيروح مع خاله ناصر. عندكم ما فيها شيء، بس عند فريد فيها، وفيها كتير كمان. عند فريد؟ وفريد حاف، لأنك كنت تلعب أنت وياه بالحارة، ما؟ قليل الأدب. ولك قديش نصحته لهالحيوان، ما كان يرد علي. على أساس عم يدرس عند خاله، لا وفوق منه كذاب.
البلد وأمن هالبلد. يعطيكم العافية. شرف. الله معك. اللي عم يخرب البلد ما راح تلاقي هون يا صاحبي. يا بلد. كنتوا بتعرفوا؟ ردي علي، كنتوا بتعرفوا؟ بس والله ما كنت راضياني. لك مليون مرة نبهت عليه إنه بلاله هالشغلة بس ما كان يرد علي، على أساس إنه عم يروح يدرس عند خاله وطلع عم يكذب علي. شي طبيعي يكذب عليكي، لأنه الغلط عناصره متكاملة. اللي بيهرب بيساوي كل شي، كل شي. روحوا ناموا روحوا. يعني بابا ما رح تحاسبنا انه ما قلنا لك؟ لا بابا لا، ما رح احاسبكم، لانه المشكله صارت اكبر وتجاوزت انكم تكونوا قلتوا لي او لا. بعدين انت ليك بابا بري شوي، بري والله حلك. حاضر بابا. تصبحوا على خير. انت ما بدك تنام؟ ما فيني نام. روحي انت نامي. طيب اعمل لك فنجان قهوة. الله يرضى عليكي روحي نامي. انت بكره عندك دوام. كيف بدك يعني نام واتركك انت بهالحالة؟ يرضى عليكي اتركيني لحالي شوي.
ولك هي دراسة يا سازية، هي دراسة. عم تكذب علي، عم تكذب علي. أختي أنا ما بدي أدرس، ما حدا له علاقة فيني بهالبيت. بدك تشتغل مهرب؟ هذا طموحك؟ هذا المستقبل اللي عم تحلم فيه؟ حاس حالك انك بموقع بيسمح لك انك تنصح حدا عن مستقبله؟ فيك تخبرني انت شو عملت بمستقبلك؟ اصلا انت اخر واحد بحق له يحكي عن المستقبل. لك انت واحد قليل ادب، قليل تربيه. انا ما عرفت ربيك، انا اللي ما عرفت تربيك، انا اللي ما عرفت تربيك. فوت لجوا. ماما شو بك عم تبكي امي؟ امي الله يهمني ما تبكي. ماما يلا بابا، يلا على مدارسكم. يلا يلا. والحل بده وقت. ابنك مضيع بوصلته يا ام ماهر، او الاحرى ملعوب فيها، ماشي بالطريق الغلط مثله مثل شباب كتار بهالبلد. والعمل نتركه هيك؟ طبعا لا، لازم يرجع اتجاه البوصلة لمكانه، وهذا بده وقت. بدك شي؟ لوين رايح؟ على المحل. بشوف وشك بخير. بدك شيء؟ انا نازل. لا سلامتك. وليش ضربه بوز من عند الصبح؟ كثير بهمها. روح روح على شغلك، تركي مهمي. همك؟ شو بك من على بكره الصبح؟ لازم تكوني مبسوطه، امبارح كان زايرك الغالي. ولك أخ لك يطلع الواحد يتصبح بوش يفتح النفس، مو مثل وشك النكد يلي بيقطع الرزق وبيقطع النفس. سلام. لك روح، الله لا يسلم فيك ولا عظمك. مكتوب على ورق الخيار، اللي بيسهر بالليل بينام بالنهار. ولك الله يقصف عمري، ولك الله يقصف عمري ويخلصني منكم. مي في مي سخنة بالحمام، بدي اتحمم. خير؟ شو في؟ ما في شي. سلامتك. اي وليش عم بتعيطي من الصبح؟ اي تصطفلي، اصلا انتو هيك بالبيت عايشين نكد بنكد، ما فيكن تعيشوا بلا مشاكل.
فرحك الصيف حوالينا يا لي. شو هذا نايم؟ يروح ينام من بيته. والله العظيم شغلي. صلي لضحكي. صلي لضحكي. مجنونة أمي مجنونة. كسر إيديك إن شاء الله. يا أبو ماهر صباح الخير. صباح نور. أهلين أختي. أهلين. يا أخي لا خليك قاعد، يبعث لي حمى باينتك تعبان. أكيد مو نايم طول الليل وأنت عم تفكر بمصيبتنا. لا أضرب أنا. لا أختي لا لا عادي عادي. شو صار معي؟ طلع كلامك صحيح. أنت متأكدة إنه الذهبات مو إلها؟ يعني ما شفتيهم قبل هلا؟ هي اللي عاملة هالعمل. والله يا أختي هذا بيتوقف على الذهبات. إذا كانوا للزلمة معناتها للأسف هي. طيب اسألها. إذا كانت هي ما راح تعترف لك لأنه الحرام كذاب. طيب شو بدنا نعمل؟ خلص أختي تركيني أنا أتصر. الله يخليك يا أخي، كل شيء إلا ما راح يصير له شيء. طمني أختي طمني. والله كنت بجد، والله أبوها كان بيطلقني. آخ يا أختي يا ريته عملها من زمان. مصيبة. يلا أنا بدي أمشي. لوين رايحة؟ عالبي. معلش أختي أنا برأيي تروحي لعند أختك أم أيمن تريحي أعصابك شوي.
لأن وضعك هيك راجل. وانت قلتها، يلا بخاطرك. مع السلامة. أختي عندها فكرة شي عن الموضوع؟ لا ما بتعرف، ما حدا بيعرف غير أنا وأنتي. أخي ما بدي أوصيك، الله يخليك، كل شي ولا يصير له شي. تخيل تدخل السجن. خلاص أختي لا تخافي، صدقيني يلي عم أعمله أنا مشان أحميها من السجن. روحي لعند أختك واتطمني. غاضر. مع السلامة. ايه مها شو قلتي؟ مو على اساس نحن رفقات ومثل الاخوات؟ طيب انتي بس احكي مثل ما وصيتي. ايه وحياتك يا مها هنن الي. ولك انا كان معي شوية مصاري الي من زمان بجمع فيهم، خفت البابا يشوفهم، فيمكن انا حكيت لك عن بابا ما هيك؟ ايوه بعدين قلت بشتري فيهم ذهب، هو ما استفدت شي، شافهم بابا وصار بده ياخدهم، ولما ما عطيته ياهم تهمني اني سارقتهم، وفهم ماما هاد الشي. شايفة؟ مو تصبي هيك اهل؟ شايفة شايفة؟ مشان هيك الله يخليكي، اذا سألتك ماما بس خبريها مثل ما وصيتك. عن جد؟ لك روحي الله يخلي لي اياكي، والله ما رح انسى لك اياها بحياتي. ماشي حبيبتي، يلا باي، مع السلامه. شو بك اختي؟ ليش عم تبكي؟ ما بني شيء، ما بني شيء. ابو تمام زعجك شيء؟ لا لا ابو تمام ما زعجني. طيب قولي لي شو في، شو صاير؟ يا عبالي ابكي، تركيني ابكي، تركيني ابكي. الو اهلي خالته مرح امي؟ لا ما لهون. ايه حبيبتي ايه، اذا اجت بخليها تحكي معك فورا. ايه مع السلامه حبيبتي، مع السلامه. يا ترى وين بدها تكون راحت؟ معقوله تكون راحت لعند خالي فريد؟ بس شو رقمه؟ تمام 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 حبيبي، تمام تمام حبيبي. لك تمام. شو رقم بيت خالك؟ ايه شو بعرفني، شو فكرتيني الدليل؟ روح شوفي بالدفتر التليفونات، يلا روحي. طيب حبيبي تمام. ولك تمام. شو بدك؟ قوم روح شوف لي امي اذا عندهم. ليش وين امك؟ ولك هلا بلا براده، قوم روح شوف لي اياها اذا راحت لعند بيت خالي فريد. إيه واذا كانت عندهم يعني شو بدك منا؟ ولك تمام، قوم لا تطلع لي خلاقي، يلا قوم. اي اي ولك رجعنا تمام. لك ايه بلا ايه 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 رايح لبيت خالك. يلا بسرعة. تخرب بيتك هيك، بدك تروح بلا شحاطة؟ فوت فوت البيت شحاطتك. يا الله يا الله. يلا خفة. لوين قلتي لي روح؟ اضرب حالي انا، روح على بيت خالك فريد. وشو بدي اقول لهم؟ شو بدك تقول؟ بدك تروح تشوف امك اذا عندهم ولا لا. واذا عندهم شو قلا؟ لك تنقال اقوالك الهي، خلصني روح بقى. طيب مراح اذا لقيت عندهم ارجع. ولك طبعا ارجع، خلصني روح بقى. يلا رايح رايح. يا الله ايه. يلا الو
ايه بابا تعا بسرعة على البيت. ايه خلص بس توصل بقلك. يلا بابا بسرعة. ايه يلا مع السلامة.